السلام عليكم، يعطيكم العافية. طبعا راح بلش هسه بشرح بعض الأسئلة المهمة بشابتر 7. طبعا هذا السؤال مش من الأسئلة المهمة، بس أنا فاتحه بس عشان أشرح لكم شغلة صغيرة، واللي هي إنه أنتم دائما وأنا شارح بالفيديو السابق بالفيديوهات القديمة اللي بمقاومة موت فاينل اسمه تشابتر 7 سترينث. هسه بفتح لكم عليه وبورجيكم إياه، يعني الفيديو تحضروه الشرح 100% صحيح وما في أي مشكلة. بس هسه بس بدي أحكي لكم عن شغلة صغيرة، واللي هي إنه لازم أنتم، يعني هي برضه موجودة بالفيديو، بس هاي إنه هذا القطعة هاي اللي إحنا بندرس عليها الترانسفورميشن أوف ستريسز، إنه تركزوا دائما السهم اللي على اليمين، هذا السهم اللي فوق اللي بجهة اليمين لازم يكون لفوق، هيك بيكون موجب. إذا كان لتحت بيكون سالب. هذا اسمه شير إكس واي، تمام؟ اسمه شير إكس واي. طيب هسه المشكلة مش هون، المشكلة كالتالي. هسه احنا ممكن يجينا بالامتحان السؤال زي هيك، بعد ممكن يعني اذا كان الدكتور راسمه في ايده وهيك يجي مثلا والله يعطيني المساله زي هيك، او بدي اشوف لك اياها يجيب لي اياها زي هيك، تمام؟ فانت لازم تكون قادر تحدد الاتجاه، وين الشاشه، تمام؟ يكون انت لازم تحدد الاتجاه. كيف يعني؟ انت افرض قال لي هاي 20، افرض قال لي هاي 20، فانت بدك تكون عارف شو ال 20 هاي، انه هاي ال 20 شير اكس واي. بس كيف بحددها؟ بقول لك يلا انت لازم تطبق قاعده راس راس، يعني اذا هذا راس لازم يكون في راس هون، تمام؟ هون ذيل، راس راس ذيل ذيل، اذا هاي ذيل لازم يكون في ذيل هون. يلا اذا هون في ذيل او هون في راس لازم يكون هيك، فبالتالي بتطلع معي انه هاي القيمه 20، هاي الجهه اللي على اليمين لتحت، فبالتالي الشير اكس واي بيساوي سالب 20، تمام؟ تمام. نرجع بنكرر، انت ما في داعي تحفظ كل القوانين هاي، انت بتقدر تستعمل المور سيركل خلال الرسم. وطريقة المور سيركل كالتالي، بفرض نقطة اسمها A كابيتال، احداثياتها بتكون ستريس اكس وسالب شير اكس واي، ونقطة اسمها B احداثياتها بتكون ستريس واي وشير اكس واي، تمام؟ فبرسم الرسمة، بحط احداث النقطة A ولنفرض انها A هنا، احداثيات النقطة B ولنفرض انها B هنا، تمام؟ وبوصل بينهم بخط، هذا هو قطر الدائرة، تمام؟ فبالتالي الدائرة بتكون معي زي هيك، بوصل بينها، هاي دائرة، ولها دخل بالدائرة يعني، تمام؟ دائما المسافة من محور Y لسنتر الدائرة، أو من محور Y لهون، هو عبارة عن ستريس افريج. وأي شيء بالحياة افريج، أنتم بتعرفون افريج ستريسز هو الـ X زائد الـ Y كامل على الاثنين. افريج، قانون افريج، يعني اي افريج بالحياه هو المجموع على العدد، تمام؟ مجموع السرسات عددهم. وهاي المسافه اخر نقطه على الدائره، هاي النقطه هي الماكس، هاي الماكس، واخر نقطه للدائره من هون هي المينيموم، تمام؟ ونصف القطر اللي هو اللي من هون لهون باللون الاخضر، اللي هو من هون لهون، هذا نصف قطر، او هذا من هون لهون نصف قطر، أو من هون لهون نصف قطر، أو من هون لهون نصف قطر، من هون لهون نصف قطر، أي مكان على الدائرة هو نصف قطر. هذا نصف القطر اسمه إكس شير إكس واي ماكس، واللي هو نصف قطر الدائرة. نصف قطر الدائرة شو بده يكون؟ بده يكون عبارة عن إني أمد خط من هون، فبنتج عندي هاي المسافة. إحنا بنعرف إنه المسافة النقطة A للأفريج هي ستريس إكس، حسب إني أنا مسمي احداثيات A إكس، ممكن تكون هاي النقطة B، فأقول هاي إكس، تمام؟ هاي ستريس إكس، بالتالي المسافة الصغيرة هاي بتكون عبارة عن ستريس إكس ناقص الأفريج، واللي هي نفسها هاي المسافة بتكون عبارة عن ستريس إكس ناقص ستريس واي على اثنين، نفسها اللي بالقانون. لو نرجع للقانون، ستريس إكس ناقص ستريس واي على اثنين، والارتفاع إيش؟ هو شير إكس واي. فبالتالي بقدر أحكي إنه الـ R دائماً هو الجذر التربيعي، والجذر التربيعي يمين لهذا التربيع اللي هو شير اكس واي تربيع زائد ستريس اكس ناقص ستريس واي على اثنين لكل تربيع، تمام؟ هذا القانون اللي بالشيت، هذا القانون ايش؟ مش اللي بالشيت، اللي بالكتاب. طب انا ما في داعي اعمل هيك، طب انا بقدر احسبها، بحكي والله هي المسافه 50 مثلا، والافرج 20، فكم القيمه الصغيره؟ 50 ناقص 20 30، اللي هي نفسها هاي. انا في فيش داعي تاخذ قوانين. طب افرض هاي 40، فكم هاي المسافه؟ اللي هو الوتر، جذر 30 تربيع زائد تربيع 40 تربيع اللي هي 50، تمام؟
طيب هيك حسبت انا مثلا الهاي، بس الزاويه هاي دائما الزاويه هاي اسمها 2 ثيتا بي، 2 ثيتا بي. طيب شو بدها تساوي هاي؟ تان انفرس، تان انفرس مين؟ شير اكس واي على المسافه الصغيره هاي المقابل على المجاور، اللي هي بتكون ستريس اكس ناقص ستريس واي على 2، 2 بتصير بالبسط. تمام، هاي القوانين، هاي القوانين هي نفسها، هاي هيها ايوه ها، هذا تي ماكس ستريس اكس ناقص ستريس واي كل على 2 لكل تربيع، وشير ستريس اكس واي وتان 2 ثيتا اس، انسوا الثيتا اس روحوا على الثيتا بي، الثيتا اس ما هي بتكون ثيتا بي زائد 45 يعني، هيها تان 2 ثيتا بي نفس القانون اللي قلت لك اياه. هي مش حفظ القوانين، تقدر انت تشتقهم من الدائره اللي احنا حكينا عنها بس، والمينيموم والماكسيموم هم الافرج والساي فاي. انا مالي بهاي المساله، مساله سهله، بس نفرض انه جاب لي مساله بس القيم هاي مش معي، هاي القيم مالها مش معي، فكيف انا ممكن احسبها؟ بقول لك مثلا زي المساله هاي، بقول لي هاي طبعا كثير طلاب سالتني عنها فهي اشرح لكم اياها. بقول لي a single horizontal force P with a magnitude 150 pound is applied to the end D، موجود على الاند D liver ABD. Knowing that the portion AB has a diameter 1.2 inch, determine the normal and shear stress located at point H having side having size parallel to the X and Y. يعني اضلاع المربع او النقطة H هي موازية لمحور X Y، يعني زي هيك. وين راحت؟ بتذكر في رسمي هيها H هي لل X Y، اضلاعها، اضلاعها لمين؟ X Y. يعني مش هالشيء المهم بالمعلومة، المعلومة هي مش مهمة كثير. هسا شو الفكرة بهاي المسألة؟ انه انا النقطة H، نقطة H، خليني ارسم الرسمي بس بشكل اوضح، انه هاي النقطة H، تمام؟ هاي نقطة H، هاي نقطة H هون بالسنتر، تمام؟ وأنا عندي قوة طائرة بالهواء هون هيك، فبالتالي أنا وين سنتر الشكل؟ سنتر الشكل، سنتر الشكل هون، سنتر الشكل هون، فبالتالي أنا القوة هون والسنتر هون. فشو بدي أعمل؟ بدي أعمل عملية نقل. رح أنقلها أول شيء، خلينا أرسم محور واي، محور واي هاي محور واي، تمام؟ راح اعمل ايش؟ عملية نقل. هذا محور اكس حسب الرسم اللي معطيني اياها، وهذا محور زد، وهذا محور واي، تمام. راح انقل هاي القوة 150 على مسافة 18، هاي من هون لهون، من هون لهون قال المسافة 18، فبالتالي راح يحدث عندي مومنت او مش مومنت، خلينا نشوف شو ممكن يحدث عندي. راح يحدث عندي اشي بلف زي هيك على هذا المحور، شوف كيف بيعمل، بلف زي هيك. هذا الاشي شو اسمه؟ تخيل انه عندك ماسورة واشي بلف فيها زي هيك، قاعد بفتلها، قاعد بفتلها، فهذا الجزء هو تورشن. فبالتالي انا عندي قيمة تورشن، لا ورا، قيمة تورشن بتساوي 150 ضرب 18. ما في داعي تحول لانش، بس ممكن تحول لكبس، يعني 150 في 18 كانت بتطلع 2700، فانه هاي باوند لكل انش، بس ما في داعي تحول لفيت، بس ال 2700 مش منطقي، خليها 2.7 كبس لكل انش، تمام. هسه نقلت لهون، انا القوه صارت عندي هون، تمام، القوه صارت عندي هون، بس بدي انقلها من هون لتحت، فراح ينتج عندي نقل، فراح يعمل للجسم زي هيك. لما يعمل طبعا القوه كومبريشن بالجهه هاي، فبالتالي هاي كومبريشن، تمام. طيب كومبريشن يعني مش كومبريشن من الراس هون، ما يفرق بالدائره، ما بيفرق هون تنشن من كومبريشن يعني، لا هي بيفرق من ناحيه واحده، انه النقطه اتش جاي من الاخر على اخر الدائره من هون هيك، هون الاتش وهون هون المحور تبعها، تمام. فانه اذا القوه كومبريشن بكون هيك الذيل هيك، فمعناته ستريس اكس، ستريس اكس انه هذا البلف حول الاكس راح يكون موجب ستريس اكس بالنسبه لاتش، يعني اتش هي هون فعليا، تمام، اتش هي هون. فبالتالي شو اللي بصير عندي؟ انه هون ستريس اكس موجب، ستريس اكس موجب، تمام. ليش؟ المومنت بلف حول الاكس والمسافه اللي نزلها هي 150 في 10، طبعا بحولها لكبس، فهذا راح ينتج عندي ام اكس بيساوي ستريس اللي هو 150 في 10 واللي هي 1.5 كي لكل انش، تمام. تمام هيك، تمام، صار عندي ام اكس وعندي تورشن. يلا بعمل شو؟ بعمل قانون الستريس نورمال، شو بيساوي؟ ام في سي على اي، تشابتر 4 امتحانكم بكره. المومنت 1.5 ضرب السي، السي اللي هي نصف القطر لانه دائره على اي، اي ايش؟ اي للدائره، اي للدائره ايش؟
اي اكس او اي واي هي باي على 4 في ار قوى 4، تمام؟ بطلع معي ستريس، بعدين بطلع شيل ستريس، هو تشابتر 3. شو بيحكي لي؟ هو تي في سي على جي. شو الجي؟ الجي هي عبارة عن اي اكس زائد اي واي. اذا اي اكس باي على 4 ار قوى 4، واي واي باي على 4 في ار قوى 4، ليش؟ لانه هي دائرة. فبالتالي راح تطلع معي الجي تساوي باي على 2 في ار قوى 4، تمام؟ لما نفرض الشكل اللي جاب لي مربع مش دائرة، كيف ممكن اطلع الجي؟ الجي هي اي اكس زائد اي واي، ركزوا عليها، هاي مهمة جدا. هاي مهمة جدا. انه الجي هي اي اكس زائد اي واي، افرض ما جاش شافت يعني. هو راح اكيد مش راح يكون نفس اللي درسناه، راح تغير القوانين، بس قصدي بما معناه خلينا معلومة عامة انه الجي هي اي اكس زائد اي واي. تمام، طلعت ستريس اكس، طلعت ستريس واي، طلعت ستريس اكس ستريس واي، شو بصير معي؟ بصير عندي المربع. يلا ستريس اكس هالقد، ستريس واي انا ما عندي، في عندي مو هو شوفوا هسه مش هاي اسمها اكس، هاي اسمها واي، بس هاي راح اسميها زد، هون راح اسميها ستريس زد، تمام؟ لانه هيك المحاور عندي. وهون راح يكون عندي مومنت، تمام؟ اسمه راح يكون فعليا اكس زد، تمام؟ اللي هو يساوي ستريس واي، تمام؟ اللي هو المومنت اللي التورشن بيلف حول الواي. هسه هاي ستريس اكس حسبتها، طب ستريس زد كم؟ صفر. بقول لك ما في شيء بيلف حول الزد، ما في شيء بيلف حول الزد، فبالتالي هاي صفر، اللي هي ستريس واي حسب معادلتنا قبل. فصف عندي هون قيمه انا طلعتها وهون قيمه انا طلعتها، فشو بعمل؟ برسم لي برنسبل اوف ستريسز، برسم برنسبل اوف بلينز. طبعا اللي بحضر الفيديو بيحكي انه لا الكتاب مش هيك محلول، بقول لك الكتاب غلطان، متاكد منه 100%، بس بورجيكو اسئله من الكتاب. هاي التحليل تبعها، القوه صارت هون ام اكس وتورشن، هيو بقول لك ستريس اكس صفر على اي اساس؟ ما في ستريس اكس صفر. ام سي على اي حكينا عنها، طلع معي هالقد، وشير اكس واي We know that the shearing force P does not cause any shearing stresses at point H. The general plane stress element computed to predict the result. ما هو أنا لو كان عندي قوة P راح تعمل كمان shear stress، إنه راح لو تأثر بس ما بتقصها. تمام، هاي الرسمة هو خلص قلت لكم سماها واي، بس إحنا بالأصل اسمه زد. لو بدي أجي هاي، فطبق قانون tan 2 theta B، قلنا ممكن نرسمه من الدائرة وبيطلع معي كل هالسوالف، تمام؟ بيطلع معي كل هالسوالف، بس زي ما حكيت لكم اذا انا بدي احله على الدائره، خلينا نحله على الدائره من الزيرو، خلينا نشوف من كثير طلاب، ما راح احله على اساس ستريس واي، راح احله على اساس ستريس اكس. يلا النقطه A راح تكون احداثياتها ستريس اكس وسالب اكس واي، والنقطه B راح تكون احداثياتها ستريس واي وموجب اكس هاي، تمام؟ فراح ارسم الدائرة، هاي الاحداثيات اللي معي بس. يلا، راح ارسم الدائرة. ايه موجب، ايه موجب سالب، يعني انا راح امشي موجب 8 وانزل سالب 7. بعدين البي صفر على الاكس، يعني هي هون، وعلى الواي 7.9، يعني هون. فبالتالي المسافة هاي من هون لهون. تمام؟ راح ارسم الدائرة. هاي الدائرة اللي مالهاش دخل بالشكل الدائري كالعادة، شو ما كانت الأشكال والأيام، هاي المسافة من هون لهون هي ستريس افريج. يلا الافريج بيساوي سبعة الاكس واي اكس زائد واي اللي هو صفر على 2، بيطلع معي 4.42. المسافة هاي 4.42. طيب كالعادة مد خط، مد خط هون، انا بعرف ان المسافه هاي من هون لهون هي ستريس اكس. كم ستريس اكس؟ 8.84. فبالتالي المسافه اللي ظلت هي هاي ناقص هذيك، بدون ما اطبق القانون. كنت طبق القانون ستريس اكس ناقص ستريس واي على 2 بيطلع. تمام، وهاي المسافه هي 7.96 هي مسافه الشير اكس واي. فبالتالي تان 2 ثيتا بي، 2 ثيتا بي شو بتساوي؟ تان انفرس اللي هي المقابل، هاي 2 ثيتا بي اخوان 7.96 على 4.42. اذا ما طلعت زي جواب الكتاب تعالوا راجعوني. وار راح تساوي الجذر التربيعي ل 7.96 تربيع
زائد 4.42 تربيع. إذا ما طلع زي جواب الكتاب راجعوني. فستريس ماكسيموم هالقد، ها بتحكي ال 4.42 زائد ال R، والستريس مينيموم اللي هو 4.42 ناقص ال R. تمام. طيب نرجع للكتاب، هيو ثيتا بي طبعا هيو نفس ما انا قلت طلعت مع سالب، يعني شو اعتبر انه سالب؟ شو يعني سالب؟ انها نزلت مع عقارب الساعة، ترى هيو يعني، بس انا بحب احكي لكم معنى اشارة سالب انه هو نزل مع عقارب الساعة. تمام هيو نزل، يعني احنا كيف نعرف اذا مع عقارب ولا عكس عقارب الساعة؟ هيك المحور الاصلي للجسم وهيك نزل، فايش هو مع عقارب الساعة؟ مع عقارب الساعة سالب، فبرضه الاشي صح، يعني ثيتا بي بتقدر تقول انها سالبة. طب بخصوص الار، هاي الار تحت هيو 8.842 اللي هي 4.42 الكل تربيع زائد 7.96 تربيع، هاي الار وهاي الافرج، هيو 4.42 زائد الار، فكل شيء اعطتكم اياه صح و100%. وسالب سالب 30.5 شو معناها؟ انه نزل مع عقارب الساعة، بس المينيمم حاطه موجب، هو مش موجب، هو معناه انه كومبريشن، هيو ضغطه معناها سالب، هاي تنشن ماكس. تمام. طيب خلي هذا الفيديو وخلنا نشرح اللفة تبع اللفة.